في الآونة الأخيرة تكلموا بزاف الناس في المواقع الاجتماعية، وكانت هنالك إشاعات بأن الناس اللي خصهم يمشيو عند طبيب جراحي الأسنان إلا داروا التلقيح ما خصهمش يديروا الأنستيزي ولا البنج. بالنسبة لي من هذا المنبر كنقول بأن ما كاينه حتى شي علاقة ما بين الأنستيزي ولا البنج والتلقيح، وهذا الشيء يعني برزو منظمات دولية ومنظمات على الصعيد الوطني بالنسبة في المجال الصحي. التلقيح فاش الواحد كيدير اللقاح ديالو كيقدروا يكونوا بعض الأعراض اللي كيكونوا خفاف ولا على حساب الحالة. حنايا بالنسبه كطبيب جراحي الاسنان كنصح الا كان هنالك الواحد دار داك التلقيح ديالو في داك النهار على حسب الاعراض اللي عنده يقدر ياجل هذاك الحصه مع طبيب جراحي الاسنان، ولكن مثلا من بعد شي ايامات ولا الا ما كان عنده حتى شي اشكال من ناحيه ديال التلقيح مع الصحه ديالو، ماشي العلاقه ما بين الانستيزي ولا التخدير و التلقيح، ما كاينش هنالك علاقه، غير كاين في بعض الحالات يقدر يكون هنالك واحد غادي نقولوا بعض الاعراض، مثلا شويه ديال السخانه، مثلا شويه ديال لي كورباتور، ولكن بالنسبه للاغلبيه العظمى راه ما كاين حتى شي اشكال، كيمشي للطبيب عنده الطبيب جراحي الاسنان ديالو وكيدير العمليه ديالو. الا كانت هنالك محتاج للتخدير ولا الانستيزي لوكال راه كيدير الانستيزي، ما كاين حتى شي اشكال. حتى بالنسبه غادي نهضروا حتى بالنسبه للانستيزي، حتى بالنسبه للطب العام ولا بالنسبه للجراحه، غادي يمكن الناس اللي داروا التلقيح يديروا الانستيزي ديالهم، ما كاين حتى شي اشكال. كتبقى في الاول كتكون واحد التشخيص، يعني واحد لا كونسلطاسيون فاش كيكون المريض قبل ما كندير ليه ما كيدار ليه التخدير ولا الانستيزي، غادي نسولوه شنو هما المسائل اللي وقعوا ليه، بحال اي كيكون واحد الكيستيونير، بحال اي كيستيونير كنسولوا اي واحد اللي غادي يتعرض لهذاك الانستيزي ولا الانستيزي جينيرال. حنا بالنسبه لنا اللي كنقول بالنسبه لهاد الناس خاص هاد الناس ولا الاشاعات اللي كتكون بحال هكا هذه دائما كاينه في جميع المسائل اللي كتتعلق بالصحه ومسائل اخرى. اللي كنقول انا كطبيب ولا في الميدان الصحي ان الناس ما تردش البال لهاد غادي نقولوا لهاد الهضره بحال هكا، لانها غادي تعطينا حاجات حوايج نيجاتيف ولا سلبيات اكثر من الايجابيات. لان دابا التلقيح احنا دابا بالدراسات اللي قلنا دابا في الدراسات الاخيره كتقول بان الناس اللي كيديروا التلقيح محميين وما كيوصلوش للاقسام ديال الانعاش بواحد النسبه كبيره، يعني بارابور ولا بمقارنه مع الناس اللي ما دايرينش التلقيح. هذه من جهه، من جهه ثانيه التلقيح عبر العصر ديالنا الحديث راه بين الجداره ديالو في امراض اخرى كما كنقولوا الكزاز، مرض السل، بوشويكه، بوحمرون، هذا الشيء كله فاش كيدير فاش كنا كنديروا الاطفال ديالنا كنديروا التلقيح ديالهم راه كيتحماوا من هاد وهاد باش نوصي الناس هاد اللقاح ديال الكوفيد، راه الكوفيد ولا هاد الفيروس هذا راه داخل مع واحد العائله، وكان دار مع واحد العائله ودار واحد الدراسات ديالو اللي دارت عشرات السنين ودار التلقيح ديالهم. يعني هاد الكوفيد هذا بحال ايلون ادابتي، يعني هاد الشيء اللي هاد التلقيح اللي جا راه ماشي دار غير في هاد الوقت، راه خدينا الدراسات ديال عشرات السنين وطورناهم على حساب هاد الفيروس باش خرجنا واحد التلقيح اللي غادي يعطينا واحد الحمايه. يعني هاد المسائل كاع كاين بزاف ديال التساؤلات اللي كيقول مثلا كيقول لك علاش هاد اللقاح دار يلاه دغيا وكيفاش حنايا كيفاش نحسوا براسنا وشنو يمكن ليه يوقع. الواحد كيدير هاد المساله لان التلقيح انا بالنسبه ليا واحد المساله اللي غادي تعطينا واحد الحمايه جماعيه، غادي تنقصنا من الناس اللي غادي يدخلوا في الاقسام ديال الانعاش، وبالتالي غادي تنقصنا من الوفيات. وعاوتاني بالنسبه حتى الحياه ديالنا اليوميه غادي تبدل، ما غاديش يكون هنالك واحد غادي نقولوا واحد الكثره ولا ازدياد ولا الاكتضاض ديال الحالات في لي زوبيتو ولا في الانعاش. هادشي كله غادي نربحوه بالتلقيح، وخاصنا
يعني نتوكلوا على الله ونديروا المسائل والكمال لله. يعني دائما كنديروا حاجه وكناخذ واحد الاحتياط ديال الاحتياط راه كاين، وحتى الوزاره الصحه ولا المنظمات الدوليه ما يمكن لهمش يدفعوا الناس راه في الدول اخرى، الدول غادي نقولوا الدول العظمى ولا المتطوره، راه حتى هما نفس اللقاحات اللي كيداروا هنا عندنا راه كيداروا عندهم. يعني كان شي مشاكل ولا شي حاجه ما غاديش دار عندهم. يعني هاد ما خصناش نبقاو ندخلوا في هاد الدوامه ديال الافكار اللي غادي نقولوا افكار سوداء، ونبقاو بحال المكتوف في اليدي. وكنهضر هنا بزاف على بزاف ديال الناس اللي ما كيامنوش بهاد الفكره هادي، يتحيدوا عليهم هاد الافكار هادو ويتوكلوا على الله ويديروا التلقيح ديالهم، وما يكون غير المسائل ان شاء الله من المسائل اللي غتحسن من غادي نقولوا من افضل الافضل ان شاء الله.